مثل ما نعرف انه في فصل الصيف تنتعش او ينتعش سوق المشروبات والعصائر البارده وايضا المسابح. اريد اعرف من حضرتك، هل هنالك اجازات تمنح لهؤلاء الفئات؟ اول شيء صباح الخير عليك وعلى جميع المشاهدين في قناتكم الكريمه. طبعا الحقيقه هي هذا الموضوع، منح الاجازات حسب الضوابط مستمر صيفا وشتاء، يعني ما راح يفرق عندنا احنا بالصيف او بالشتاء. بالصيف لانه تكثر الامراض الانتقاليه والعدوى، يكون تركيزنا اكثر على متابعتها، مو منح اجايز، يعني اجايز يعني اصلا هي ممنوحه، بس متابعه مستمره على الموضوع تكون اكثر. الحقيقه اجراءاتنا بهذا الموضوع كلش شديده، يعني المخالفين عقوبات باتجاههم كل الشديدة وسريعة التنفيذ من عقوبات الغلق والغرامة. عندنا أعداد كبيرة جدا بالتصل للألف مكان تغلق شهريا لعدم مطابقتها للمواصفات والضوابط الصحية. وهذا طبعا يشمل أكيد المحلات اللي تبيع الطعام والشراب وكذلك المسابح وهواية أمور احنا متابعيها متابعة مباشرة. طيب الإجازات، هل هنالك شروط تمنح لأصحاب البسطات؟ يعني شروط الإجازة كيف تمنح؟ هل هنالك شروط؟ يعني هي يعني اكو بعض بعض الحقيقة قليلة مستوفية للشروط، احنا نتابعها، وكل بعض لا نغلقها. بس هذا طبعا تعرفين جهات الإغلاق هي مو الدائرة، احنا نصدر امر بالإغلاق بس متابعة الدوائر الخدمية الباقية في محافظة بغداد اللي هي الدوائر البلدية والخدمية. طيب. هي اللي تقوم بالإغلاق وتنفيذ الأوامر. طيب أكو رقابة اليوم على أصحاب البسطات، يعني مو بس أيضا المثلجات والعصائر؟ طيب. المطاعم أيضا أكيد أكيد كل هاي خاضعة على الرقابة والمتابعة والتفتيش. بس قلت لك بالنهاية إحنا مو جهة تنفيذية، نصدر الأوامر بالغلق وتكون يعني فرق من تابع لوزارة الداخلية أو للبلدية تقوم بغلق هذه الأماكن.